شاركتنا الأولى هي لفيديو البلدية ترمي بسطة الخضار وهي مخالفة في سيارات النظافة، نتابع. هذا احنا نحتاج والله في الحقيقة انه يتواصل معنا ان وصلوا هذا المقطع من البلدية المعنية في اي منطقة كانت، انا ما ادري هي لاي منطقة، وربما نحن نحسن الظن ممكن تكون فاسدة او غير صالحة للاستخدام الادمي فتم اتلافها. اي ممكن قصدهم انها كانت في الشارع وتعرضت للكثير من الادخان وسببت مشاكل، لكن هو المنظر مصور عنها تم اتلافها في حاوية نفايات. بالفعل اذا كانت نظيفة مفترض انها فعلا توزع لمحتاج يعني كباب أولى يعني حتى ما ترمى في النعمة بهذا الشكل. وفي توجيه قبل فترة من أمير الرياض أنه المزروعات الغير صالحة وأنها كانت على المياه الصرف الصحي تم سقيها بها أنها تتلف.